طبعا الجميلات دول ملكات جمال البيئه والايه السياحه والبيئه السياحه والبيئه، وانتوا استخدم يعني خدتوهم للترويج بقى للسياحه وبالمره للصندوق. احنا عندنا ايه دخل ده في فيروس سي؟ معلش احنا عندنا مركز لعلاج فيروس سي بالاقصر، هو اول مركز لصندوق تحيا مصر. المركز ده بيقدم علاج مجاني لكل المترددين عليه. احنا عايزين نحول الاقصر من عاصمه للثقافه للسياحه الثقافيه ليكون كمان سياحه علاجيه. احنا يعني هم دولت تقريبا 72 دوله عرفوا ان مصر عندها القدره انها تقدم علاج وسياحه علاجيه داخل مركز الاقصر. احنا يعني ده ضمن فعاليات صندوق تحيا مصر في الاقصر. احنا اشتغلنا في خلال الاسبوعين اللي فاتوا دولت، عملنا سكرين لاكثر من 133 مواطن من مواطنين الاقصر. احنا من اول ما بدا الصندوق عالجنا في مركز الاقصر فقط 10,000 مريض. احنا كل اللي عالجناهم في مع وزاره الصحه ومع مؤسسات المجتمع المدني ما يزيد عن 180,000 مريض بعلاج الفيروس سي. احنا شغالين. الاول كان المشكله كبيره عندنا في اول ما بدانا في الصندوق هي قوائم الانتظار وتضخم قوائم الانتظار في وزاره الصحه، وده اللي خلانا بشكل يعني قوي جدا نضخ اكبر كميه من جرعات الادويه لوزاره الصحه ومراكز اللجنه القوميه. احنا عالجنا مع وزاره الصحه اكثر من 94,000 مريض في اقل من سنه، وده طبعا رفع عبء كبير عن وزاره الصحه عشان نقدر نعلن ان ما فيش قوائم انتظار. بدانا بعد كده تقريبا نشتغل مع كل مؤسسات المجتمع المدني اللي اشتغلت في فيروس سي. عملنا مع اكثر من مؤسسه بروتوكول التعاون في اكثر من محافظه، وبدانا نشتغل على علاج المرضى بشكل مجاني، نعمل سكرين واللي يطلع نبتدي نعالجه بشكل مجاني. بحجم الانفاق على مشروع هو مخصص من الصندوق 500 مليون جنيه لفيروس سي. احنا مستمرين، احنا عملنا سكرين الفتره اللي فاتت دي لمليون مواطن. مستمرين طبعا في دعم وزاره الصحه وفي دعم كل المؤسسات عشان تحقيق مبادره رئيس الجمهوريه 2020 خاليه من فيروس سي.